وهي تمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده فيديو ترشيحات جديد بقى. الناس اللي متابعه فيديو الترشيحات بتاعتنا بنمسك الفئه المتوسطه، بنقعد بقى نمسك من فئه سعر لفئه سعريه، نفصص كل الموبايلات اللي بتقدم قيمه ممتازه مقابل السعر، وبنقول كل موبايل ايه الحاجات اللي بتميزه، بنعرف كده ايه المميزات وايه العيوب وايه التضحيات اللي انت هتاخدها. وبالبلدي بتبقى خارج من الفيديو انت محدد قرار الشراء بتاعك رايح لفين. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا لازم تحت الفيديو تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده. واول فئه هنبدا بيها وهي فئه ال 3000 جنيه، واول موبايل هنرشحه هو التي سي ال 10 بلس. الموبايل ده سعره حاليا 2900 جنيه، وده عرض حاليا يعني شويه كده، وهتلاقي العرض خلص او الكميه خلصت. والموبايل بيقدم تجربه استثنائيه مقابل مواصفات معينه كده. اي نعم هو في شويه تضحيات، ولكن الموبايل كان سعره 4444 جنيه، دلوقتي سعره 2900 جنيه، ومقابل 2900 جنيه هتاخد شويه مميزات زي ان انت عندك شاشه من نوع اميليد بتيجي بتجربه الوان محترمه جدا، مشاهده محتوى ممتازه، شاشه كيرفد بصمه تحت الشاشه، وبيقدم تجربه شبكات ومكالمات محترمه جدا. والحاجه اللي مش اي موبايل في نفس الفئه السعريه بيقدمها هي مساحه تخزينيه العملاقه 256 جيجا. اعلى موبايل في الفئه السعريه دي ممكن تقابله مقابل المواصفات الكويسه يا اما 64 جيجا يا اما 128 جيجا، ومش هتلاقيه اكتر من كده. الموبايل اللي بعد كده هو المنافس الشرس في فئه ال 3000 جنيه، وهو الريدمي نوت 10 المتربع على عرش الفئه دي، لحد ما شاومي تنزل موبايل تاني او شركه تحن علينا وتنزل موبايل بمواصفات كويسه وتجربه مستقره في الفئه السعريه دي. الموبايل بيقدم تجربه مواصفات محترمه زي شاشه الاميليد اللي بريفريش 60 هرتز، بتقدم تجربه ممتازه في مشاهده المحتوى في السعر ده. وعندك برضو التوليفه اللي شاومي معودين عليها زي سماعات الاستيريو، كل السنسورز اللي انت محتاجها، مع بطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع 33 واط. الموبايل ده الحاجه الوحيده اللي تعيبه وتعيب اي موبايل شاومي حاليا موجود في السوق هي مشكله السنسور بتاع الاضاءه اثناء المكالمات. انت بتحط الموبايل على ودنك، الموبايل نوعا ما بيهيز، والتهيز ده بيبقى زياده شويه بسبب مشكله شاومي نفسها العالميه اعترفت بيها ان في مشكله في المستشعر، وشاومي هتبتدي تغير المورد مع الاجيال اللي جايه، والوقت القريب هنبتدي نشوف تحديث يظبط الموضوع ده. لكن في الوقت الحالي في مشكله ممكن تقابلك نوعا ما اثناء المكالمات في ان الشاشه تقفل، فخد بالك من النقطه دي. الموبايل اللي بعد كده واللي سعره رخيص جدا ومازال بيقدم تجربه استخدام ممتازه ويعني ليه بصمه كده في الفئه المتوسطه، هو البوكو اكس 3 ان اف سي، وسعره حاليا حوالي 3400 جنيه. الموبايل ده بيقدم توليفه محترمه، مازال يعني ماسك مواصفات كويسه مقابل السعر اللي انت هتدفعه. الموبايل بيجي لك بشاشه من نوع اي بي اس ال سي دي، وبتيجي بريفرش ريت 120 هرتز، بالاضافه لمعالج كوالكوم سناب دراجون 732 جي، وبطاريه بسعه 5150 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط، والتوليفه المحترمه بتاعه شاومي من سماعات استيريو وخلافه. فالموبايل هنا وزنه تقيل نوعا ما، ولكن مقابل السعر اللي انت بتدفعه هتاخد توليفه مواصفات كويسه جدا. والموبايل موجود حاليا في السوق بالنسخه الاقل بسعر 3400 جنيه زي ما انا قلت لكم، فدوروا عليه في المحلات مش اونلاين. يعني لو عايز اقل سعر اي موبايل بقوله هتلاقيه في المحلات، هتلعب شويه في التدوير ولكن هتلاقيه في الاخر. ننقل بقى للفئه السعريه اللي بعد كده وهي فئه ال 4000 جنيه. في موبايل برضو من شاومي، لازم بص اي كل 500 جنيه هتلاقي موبايل من شاومي، يعني تحس شاومي يعني كل يومين موبايل. المهم في موبايلات تانية برضو نازله من شاومي خلال الفتره اللي جايه، ركز بس في الموبايلات اللي موجوده في السوق حاليا. عندك فئه ال 4000 جنيه، اول ما تستفتح كده في التحاليم يا رزاق يا كريم عندك بسعر 4000 جنيه في الوقت الحالي في المحلات، في المحلات مش اونلاين ومش بالسعر الرسمي، الموبايل اللي سعره اتحرق جدا الريدمي نوت 10 برو. الموبايل ده بيجي بتوليفه مواصفات محترمه جدا، بيجي بشاشه من نوع اميليد بريفرش ريت 120 هرتز، ده اول مره نشوفه في الفئه السعريه دي. بيجي بمعالج 732 جي، نفس المعالج كان موجود في البوكو اكس 3 ان اف سي، عشان كده كنت بقول لكم الموبايل بيقدم تجربه اداء محترمه، وبيقدم كاميرات، الكاميرا الاساسيه بدقه 108 ميجا بيكسل، ما يعني ما تنبهرش بالارقام، ولكن الكاميرا الموبايل بتطلع حده وتفاصيل كويسه جدا، بالاضافه لشحن سريع 33 واط. الموبايل بيقدم تجربه كويسه جدا مقابل سعر 4000 جنيه، وسعره محروق زي ما قلنا، وبرده هتلاقي في نفس المشكله بتاعه المستشعر اللي قلنا عليها في كل موبايلات شاومي في الوقت الحالي. لو انت بقى جيمر وهوايتك كده ومزاجك الالعاب ومش فارق معاك اي حاجه ثانيه في الموبايل غير الاداء والمعالج، وعايز تجربه ممتازه في النقطه دي، فارشح لك البوكو اكس 3 برو. الموبايل ده بيجي يعني الميزه الوحيده اللي تخليك منبهر بيه هي البطاريه، الشحن السريع، والمعالج ال 860 من كوالكوم. المعالج ده هيقدم لك تجربه اداء
ممتازة جدا، هيقدم لك تجربة العاب مفيش احسن من كده، تقعد معاك لسنين كمان، ممكن سنة او سنة ونص كمان، ومش هيقول لك لا في اي حاجة، هتلاقيه بيشغل كل الالعاب على اعلى كواليتي انت تتخيلها، ودي نقطة القوة الوحيدة فيه. غير كده يعني انت بتلعب خفيف قوي على الموبايل وعايز تجربة متكاملة اكتر، فاسمع مني البدائل الباقية. لو طلعت ال 4700 جنيه فهتلاقي موبايلين كده اتحرق سعرهم جدا من اول ما نزلوا، واي حد هيخش يقول لك دي مش اسعارهم، انا سائل على الاسعار دي في المحلات ولفيت كده لحد ما جبت الاسعار وجبت اخيرا كنا عاملين فيديو مخصوص عن الموضوع ده. واول موبايل هو المي 11 لايت، الموبايل ده سعره الرسمي النسخه 128 كان 5000 جنيه، سعره حاليا 4700 جنيه، صفقه ممتازه جدا مقابل المواصفات اللي انت هاخدها. الموبايل بيجي بوزن خفيف جدا وتصميم شيك قوي، واخد كتير قوي من المي 11 الفلاج شيب بتاع شاومي في السوق حاليا، او في السوق المصري لان في فلاج شيب تاني نزل بره، او في موبايلات اعلى منه نزلت بره. بجانب بقى التصميم الشيك والمسكه الروشه، الموبايل بيجي بشاشه من نوع اميليد بريفرش ريت 90 هرتز، وتقدر تعرض لك لحد 1 مليار لون. الموبايل هيقدم لك تجربه استثنائيه مع سماعات الاستيريو مع البطاريه الكويسه والشحن السريع 33 واط. الموبايل بيقدم توليفه محترمه جدا مع كاميرات انا شايفها مقبوله جدا في السعر بتاعه. لو انت مش عايز كل ده وعايز مواصفات قريبه نوعا ما وتضحي بالسماعات الاستيريو عشان تاخد شحن اسرع 50 واط، فعندك الاوبو رينو 5 نسخه ال4G. الموبايل دلوقتي سعره محروق بشكل بشع جدا، هتلاقيه في رينج سعر 4750 جنيه او اقل من كده كمان، ودي اسعار في المحلات. الموبايل بيقدم تجربه كويسه نوعا ما، ولكن خد بالك ان الموبايل سماعاته مش استيريو ولكن شحنه اسرع بكتير، شحن سريع 50 واط، وبيقدم تجربه مستقره مع كاميرات محترمه، ودي نقطه قوه الرينو 5 4G. من 5000 جنيه بقى لتحت ال 6000 جنيه، خد بالك من تحت ال 6000 جنيه لان فوق ال 6000 جنيه في خناقه وعركه ثانيه خالص، في موبايلات بتاكل في بعضها فوق، فخلينا تحت ال 6000 جنيه على طول. فبرشح لك ال A52 من سامسونج. الموبايل ده موبايل يعني بيقول لك انا موبايل من الاخر ما ليش مشاكل، موبايل اعتمادي كده لذيذ، مش هيقدم لك غير مواصفات كويسه وتوليفه محترمه وتجربه مستقره. سامسونج عرفت تظبط التوليفه بتاعتها، عرفت ان هي تقدم لك مواصفات محترمه جدا زي المعالج 720 جي اللي مش هيفرق معاك قوي في الاداء عن 732 جي، معالجين نفس الاداء تقريبا. بيقدم لك شاشه من نوع اميليد، وما ادراك ما سامسونج بقى، شاشه ما عليهاش اي غبار، بيقدم لك بصمه تحت الشاشه مش الاسرع ولكن هي دقيقه، بيقدم لك 90 هرتز، بيقدم لك سماعات ستيريو، بيقدم لك مقاومه للميه والغبار مش مضاد، مقاومه للميه والغبار يعني لو عليه ميه جاء عليه حاجه مش عارف ايه ما تقلقش الموبايل مش هيبوظ، و ماسكة كده محترمة وشيك وبيجي لك بكل الحاجات اللي انت محتاجها. اللهم بس حتة ان الموبايل بيجي بشحن بطيء في العلبة، ممكن تشيله شحن السريع ال 25 واط من سامسونج، ونصيحة لو حبيت تشتري الشحن ده تشتري الشاحن الاصلي، فدي مش مشكلة ممكن نتكلم عليها خالص. فالموبايل ده شايفه ان هو نجم 2021 في الفئة المتوسطة. لو حابين نطلع فوق ال 6000 جنيه هتلاقي موبايلات يعني هتلاقي خناقة كده غريبة، هتلاقي ال 200 تي من شاومي، هتلاقي البوكو اف 3 من شاومي، هتلاقي ال A72 من سامسونج اللي ما بيفرقش حاجة في المواصفات غير الكاميرا التيلي فوتو والشاحن السريع اللي موجود في العلبة عن ال A52، هتلاقي شوية موبايلات تانية كده انت نفسك هتبقى عارف بتختار ايه. عايز تجربة أداء ممتازة جدا روح للبوكو اف 3. في موبايل تاني من شاومي هو البوكو اكس 3 جي تي، الموبايل ده ما بيقدمش اي حاجة مختلفة او متميزة غير معالج قوي جدا، بيقدم تجربة اداء مستقرة جدا مع اقل حرارة ممكنة، ولكن البوكو اف 3 كتوليفة تفوق عليه. فعندك البوكو اف 3 ممتاز لو انت معاك ال 200 تي مش محتاج ان انت تجدد او تشتري حاجة اعلى دلوقتي، ويعني ما فيش منافسين قوي هتلاقيهم في السعر دي. اتمنى ان سامسونج تنزل الموبايل اف اي او حاجة عشان فئة من 6000 جنيه ل 8000 جنيه نلاقي منافسين، وفئة ال 6000 جنيه برضو ممكن تلاقي الاوبو رينو 5 نسخة ال 5G، دي ممكن تقدم لك تجربة كويسة برضو وقيمة كويسة مقابل سعره القديم لو انت عايز موبايل من اوبو في سعر رخص حاليا، ولكن كأداء فعندك الاف 3 بيقدم تجربه ممتازه جدا فوق ال 6000 جنيه. دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده، تقريبا دي كل الترشيحات، ما رضيتش اتعمق قوي في فئات اعلى، ممكن نعمل عنها فيديو منفصل لو عايزين اكتبوا لي ده في كومنت تحت الفيديو. لسه مش لايك فاعمل لايك بتاع الفيديو واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. وكان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.